جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عندنا بعض الناس يقولون إن بعض الأشخاص الذين ظلموا في الدنيا أو سرقوا حاجة على الناس إنهم يئنون ويتوجعون ويتألمون في القبور، ويقولون إنهم سمعوا مثل هذا، ويقولون الذي يسمع: يا فلان ماذا تريد أو ما بك؟ فيقول له: أسألك بالله أن تقول لأهلي أن يردوا للناس حقهم، ويسمي له حاجتهم. فهل من الواقع أن تظهر هذه الأشياء الغيبية أم هذا توهم عندهم؟ جزاكم الله خيرا. أما حصول هذا في الرؤيا فقد يقع بإذن الله. اللي يحصل في الرؤيا أن الميت يكلم الحي والنائم، أن الميت يكلم النائم ويقول له: اعملوا كذا أو اعملوا أو سددوا عني ديني أو ما أشبه ذلك. هذا يحصل في الرؤيا، والرؤيا حق. الرؤيا إذا كانت من الله فهي حق ويعمل بها. وأما أن الميت يتكلم ويصوت ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا، هذا غير صحيح. والأموات لا يتكلمون إلا من باب المعجزات لبعض الأنبياء، أما الميت فهو لا يتكلم ولا يكلم أحدا. نعم.